في أحد المقاهي الشعبية في مدينة رام الله يجلس أبو بسام بعد أن أضحى بلا عمل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يعمل أبو بسام في قطاع البناء في إسرائيل منذ 30 عاماً ويعيل أسرة من 8 أفراد، وها هو اليوم ينتظر مصيراً مجهولاً. ما حد قادر يعرف يعني شو اللي راح يصير. الوضع كثير كثير مقلق، ووضعنا بالذات أنا وجميع الشباب اللي بيشتغلوا في إسرائيل الوضع سيء كثير، لأن بصراحة نصفينا في المطرح مش عارفين وين إحنا. حال أبو بسام كحال آلاف العمال الفلسطينيين وقد فقدوا اليوم مصدر رزقهم الوحيد. يقدر مركز الإحصاء الفلسطيني أعداد العمال في إسرائيل بنحو 160,000، وهؤلاء يدرون الكم الأكبر من الأموال في الضفة الغربية بمتوسط 390 مليون دولار شهرياً. والخوف أنه كمان هذولا فتح حسابات في البنوك العمال اللي بدهم يستبدلوهم، وأخذوا قروض مقابل الأجور والرواتب اللي كانت تحول لهم، فماذا بالك الآن سيعجزوا عن سدادها لأنه كانوا يعيشوا بيوم بيوم. ومع استمرار الإغلاقات الإسرائيلية أيضاً على جميع محافظات الضفة الغربية منذ أكثر من 2 أسبوع، فإن عبئاً آخر يضاف على كاهل المواطن والتاجر في أن بيع شراء ما فيش، لا سمانة ولا كماليات ولا شيء، سوق راكد. وإلا بالنسبة للأسعار المواد الغذائية في ارتفاعات كثير عليها. إحنا عم ندرس سواء وزارة المالية الحكومة بشكل عام مع سلطة النقد الفلسطينية، عم ناخذ إجراءات، وبالتالي عم بنراقب ونحاول نلاقي تسهيلات معينة لكل التجار هدول. رغم ذلك يخشى المواطن الفلسطيني من أن تصبح تداعيات الأوضاع الحالية جراء الإغلاقات الإسرائيلية واقعاً جديداً يزيد من معاناتهم على كافة الصعد. المتجول في أي من أسواق المدن الفلسطينية يلحظ تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والإغلاق المفروض على الضفة الغربية، من ضعف القدرة الشرائية إلى صعوبة التنقلات التجارية وصولاً لارتفاع الأسعار. لكن إحصاء الحجم الحقيقي للخسائر الاقتصادية بحاجة لمزيد من الوقت، ومع ذلك فإن الخسائر اليومية تقدر بملايين الدولارات. يارا فارس، العربية، الأراضي الفلسطينية.